عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اول حاجه ناخذ ثاني من وقتي وقت ونصلي فيها على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم وصفتنا باش تكون تونسيه، هي طاجين المقرونه. بما انه رمضان على الابواب، نحب هكا ننوع لكم برشا انواع تاع طاجين. اول حاجه باش نبدا بها لهنا، باش نعملوا التختوخ. هذا معروف في تونس التختوخ. اش معناها؟ معناها الصوص هذاك اللي نحطوه في الطاجين، اللي هو باش يكون مثلا بالدجاج خاصة والا باللحم والا بالكبدة. هذا يتسمى تختوخ، يعني باش نقصوا بصل نذبلوه ونحطوا فيه الدجاج والا المكونات هذيك اللي باش تتقلى، والصوص اللي يبقى هذاك هو يسموه التختوخ اللي نخلطوا به الطاجين، وهذاك السر متاع بنة الطاجين التونسي. لهنا كيف ما شفتوا صبيت زيت نباتي، قصيت بصلة هكا جويدة، بصله متوسطه قصيتها جويده كيف ما تشوفوا، باش نذبلها بالباهي في الزيت. وعندي زوز فخوذه نتاع الدجاج باش نقليهم لهنا مع البصل هذاك، وبالطبيعه باش نفوحوهم باللفاحات التونسيه باش يجينا الطاجين بنين. لان هذا البصل نتاعي كيف ما تشوفوا بدا يتذبل، نحركو بالباهي باش ما يشدناش البصل هذاك. ولهنا كيف ما تشوفوا عندي زوز فخوذه نتاع الدجاج كيف ما شفتوا، لهنا البارتي نتاعهم نتاع اللحم مفصوله يعني على العظم، ما بقى واحد فيهم العظم. مش مهم، تنجموا تستعملوا سكالوب، تنجموا تستعملوا صدر الدجاج، كل واحد حر. انا خاطر ما ياكلوليش الصدر نتاع الدجاج، خيرت اني نعمل زوز فخوذه خير لي من الصدر. لهنا كيف ما شفتوا باش نقليهم شويه مع البصل هذوكم باش يذبلوا شويه مع البصل، وبالطبيعه باش نحطوا الفحات نتاعنا اللي هما ملح، فلفل اكحل، فلفل مهروش، وبالطبيعه الكركم ما ننسوشو خاطر يبنن برشا، وتابل والكرويه زاده ما ننسوهمش خاطر هذوكم يزيدونا جو بنين برشا في الطاجين التونسي. ولهنا بالطبيعه باش نبدا نزيد الفحات نتاعي. لهنا ساعه ساعه هكا نقلبك الدجاج هذاك، نقلبه باش يتذبل لي بالباهي، يعني باش يتقلي لي بالباهي مع البصل والزيت. ولهنا باش نبدا نفوح على قاعده، لهنا نحطوا الفلفل المهروش، بالطبيعه كل واحد والذوق نتاعو، تنجموا تنقصوا تنجموا تزيدوا. انا الحقيقه ما نحبش نحرحر برشا خاطر ما ياكلوش برشا حار. لهنا باش نحط التابل والكرويه، وبالطبيعه باش نحطوا الفلفل الاكحل، وباش نحط شويه كركم. كيف ما شفتوا هذوما هما لفاحات نتاع تختوخ الطاجين. كيف ما شفتوا نعاود ونذكر، التختوخ هذايا معروف راهو في تونس برشا، يعني مشهوره الكلمه هذه في تونس. علاش تختوخ؟ هو المقصود بها الصوص اللي نخلطوا به الطاجين، يعني كي نذبلوا دجاج ولا سكالوب ولا صدر نتاع دجاج ولا حاجه، نطيبوه هكا بالطريقه هذه، الصوص اللي يبقى هذاك من يعني الصوص اللي يبقى في الطنجره هذاك نخلطوا به الطاجين خاطر هذاك هو اللي بنن الطاجين. هذا المقصود به التختوخ، مش معناها حاجه اخرى. كيف ما شفتوا هذوما لفاحات توا خلطتهم بالباهي. لهنا في المرحله هذه باش نزيد شويه ماء سخون، وباش نخلي الدجاج هذاك يطيب على روحه، يعني تقريبا كاس نتاع ماء سخون، كاس نتاع 200 مليلتر. توا تشوفوه الماء ماهوش برشا، هذا هو الماء اللي صبيته. ونحرك الدجاج هذاك بشكل الفحات كلها تدخل في يعني تتحل في وسط الماء. نحركوا دجاجنا، ومن بعد باش نغطي الطنجره ونخليها ساعه ساعه هكا، نرجعوا لها نحركوها باش الدجاج نتاعنا ما يشدش، ونتفقدوا الصوص هذيك وين وصلت، وبالطبيعه لين الدجاج هذاك يقر الزيت نتاعو ويبقى لنا شويه بركه من الصوص. بالطبيعه نطيبوا على نار هاديه. لهنا هذايا التختوخ نتاعنا كيف ما تشوفوا، يعني نشفك الصوص هذاك بقى شويه بركه كيف ما شفتوا. هذايا باش نخليه يعني باش نطفي عليه الدجاج طايب، والتختوخ هذاك باش نخليه بالطبيعه باش نخلطوا به الطاجين نتاعنا. هذايا في مرحله اولى يعني حضرنا التختوخ، وبالطبيعه باش نتعدوا للمراحل الاخرين اللي هي باش نصمتوا المقرونه نتاعنا، خاطر اليوم الطاجين نتاعنا هو طاجين مقرونه. لهنا خذيت شويه ماء خاطر مانيش باش نصمت مقرونه برشا، يعني تقريبا 150 غرام 200 غرام من فوتش. هذايا الماء وصل درجه الغليان، باش نحطوا الملح تاع رش الملح. لهنا نحرك الملح نتاعي، وبعد باش نصبوا المقرونه.
كيف ما شفتوا هنا صب المقرونه نتاعي، انا باش نستعمل مقرونه جرابط كيف ما قلت لكم، الكوانتيتي من 150 200 غرام مش برشا. بطبيعه نحركوا المقرونه نتاعنا باش ما تشدلناش، ونخلوها لين تتسمط تطيب لنا بالباهي، ما نخلوهاش لين الكعبه تولي تكبر، يعني تتسمط نقولوا نحنا تولي طريه. لهنا بعد ما صفيتها وخليتها بردت، المقرونه لازمها تكون بارده، ناخذ هكا طروف الدجاج هذوكم ونفترشهم فوق المقرونه هذيك كيف ما شفتوا بالطريقه هذه. انا الحقيقه الدجاج نتاعي نحبه يظهر، هذاك علاش يعني نفترش فيهم بالطريقه هذه، يعني الطروف باش يكونوا كبار شويه. وبالطبيعه كل واحد واختياره، كل واحد وطريقته، راهو مش بالضروره الناس كلها نفس الطريقه تتبعها، كل واحد وطريقته الخاصه به، كل واحد طريقه تفاحه، وكل واحد وطريقه تطيبه. ليسونسييل الحاجه اللي نعملوها لازمها تكون بنينه. لنا هذايا الدجاج نتاعي فترشته، وتوا نجو لك التختوخ هذاك اللي قلت لكم عليه نصبوه زاد مع المقرونه باش نخلطوه. هذايا اللي يفوح لنا الطاجين نتاعنا، خاطر مانيش باش نفوح حتى شيء، جوست باش نستعمل التختوخ هذاك هو اللي باش يفوح لي الطاجين نتاعي. ولهنا عندي تقريبا 200 غرام جبن رابي كيف ما تشوفوا، تنجموا تحطوا اي نوع نتاع جبن تحبوا عليه، وخاصة الجبن مثلثات هذاك راهو زاد يبنن. انا الحقيقة ما عنديش، استعملت الجبن هذايا، هذا يكفي لما حالة. نخلط توا المكونات هذيك بالباهي. لاحظتوا اني ما زدتش لا فحات لا حتى شيء، خاطر التختوخ هذاك فوحناه، هو هذاك الفوح اللي في وسطه هذاك يكفي باش يفوح لنا الطاجين نتاعنا، يعني مانيش باش نزيدوا الفحات. لهنا بعد ما خلطت الجبن تو باش نزيد العظم. لهنا عندي حاره نتاع عظم كيف ما تشوفوا، باش نحرك الحاره نتاع العظم هذيا، العظم نتاعي متوسطه، باش نحرك الكميه نتاع العظم هذيا مع المقرونه، ونشوفها اذا ما زالت مستحقه باش نزيدها بالطبيعه، اذا ما تستحقش بالطبيعه نصبوها ونحطوا الخليط نتاعنا يطيب. اذا مازالت مستحقه عظم فما قوام معين يعني لازمنا نتحصلوا عليه نتاع الطاجين، اللي هو ما يكونش خثر برشا وما يكونش جاري برشا بالطبيعه. نحرك الخليط هذاك الكل، بالنسبه لي انا باش نزيد كعبه اخرى، خاطر الخليط يعني العظم هذاك ما كفاش، يعني حار عظم ما كفتش، باش نزيد كعبه اخرى كيف ما شفتوا، باش نزيد كعبه اخرى باش الخليط نتاعي يجيني بمريقل، ما يجينيش لا جاري ولا خاثر. كيف ما شفتوا زدت كعبه اخرى باش نخلط تو الخليط نتاعي بالباهي. انا باش نستعمل بيريكس نتاع 22 سنتيمتر كاري صغيره كيف ما شفتوا، هذه كاري صغيره 22 على 22 هذه تكفيني. ديما تلاحظوا اني نعمل كونتيتي صغيره خاطر العيله صغيره، هذاك علاش انتم تنجموا تضاعفوا الكميه بالطبيعه. وزاد في نفس الوقت تستعملوا مثلا تستعملوا هكا طبق صغير باش الطاجين نتاعكم يجي عالي برشا، فما شكون يتشكى مثلا الطاجين نتاعها ما يجيهاش عالي برشا، خاطر تستعملوا طبق كبير والكونتيتي تبدا صغيره. تحب الطاجين نتاعك يجيك عالي مثلا يجي منفس، كثر له جبونات وفي نفس الوقت حطوا في بيريكس صغيره. ولهنا زدت ربيت شويه جبن كيف ما تشوفوا فوق الطاجين هذاك، وباش نحطوا يطيب على 180 درجه في اقل عقله لين يطيب ويتحمر بالباهي، وبالطبيعه باش نوريه لكم من بعد كيفاش باش يخرج. كيف ما شفتوا هذا الشكل النهائي، وباش نحط الطاجين نتاعي يطيب. هذا الطاجين نتاعنا في الفور كيف ما تشوفوا فيه، باش يخليه يطيب على 180 درجه كيف ما قلت لكم لين يتحمر، وبعد باش نخرجه ونوريكم الطاجين نتاعنا كيفاش العلو نتاعو وكيفاش طايب ومتماسك بالباهي. هذا الطاجين نتاعي بعد ما خرج من الفور كيف ما تشوفوا، هذايا حتى الجبن اللي فوقه تحمر بالباهي، اللي ما يحبش يحط الجبن فوقه ما يحطش، هو حر بالطبيعه. لهنا بعد ما برد الطاجين نتاعي تو باش نقسمه كيف ما شفتوا، حتى في القصان ساهل، يعني تنجموا تستعملوا مقرونه فل، تنجموا تستعملوا مقرونه بلومه نقولوا نحنا، اي نوع نتاع مقرونه ما عدا سباجيتي راهي ما تجيش، تعرفوا ديجا سباجيتي راهي ما تجيش طاجين. انا خيرت نعمل المقرونه الجرابط هذيا، وكيف ما شفتوا الطبق هذايا الصغير 22 سنتيمتر على 22 سنتيمتر يعطيني ديما 9 مرسوات، يعني مرسوات باهيين بالقدا بالقدا، يعني يشبع ويكفي.
انا بالطبيعه باش نوريكم مرسوم تاع الطاجين، كيفاش الطاجين نتاعنا من داخل يعني الطاب في حقه وكيفاش العلو نتاعو. ديجا تشوف فيه الطاجين نتاعنا كيفاش العلو نتاعو، شفتوه؟ تيما ماذا بيكم اللي تتشكى الطاجين نتاعها ما يجيهاش عالي برشا، تستعمل طبق يكون اصغر من يعني تكون طبق صغير هكا، وفي نفس الوقت تكثر من الجبونات، خاطر الجبونات هي اللي تنفذ الطاجين نتاعنا. هذا الطاجين نتاعنا من داخل كيف ما تشوفوه، كيف ما شفتوا طاجين طايب في حقه، صدقوني بنين على الاخر، تنجموا راهو الدجاج تعوضوه بالتن. وهذا الطاجين نتاعنا في صحن التقديم كيف ما شفتوا، هذا الشكل النهائي نتاعو. ما شاء الله ريحه ما نحكي لكمش، والمطعم زاده ما نحكي لكمش، مانيش نشكر في وصفاتي، اما جربوا واحكموا وحدكم. هذا كان طاجيننا اليوم. كنت قبل شاركت معكم طاجين الكروفيت، شاركت معكم طاجين الملصوقه، طاجين التون والدجاج، وهذا طاجين المقرونه. ان شاء الله الفيديو عجبكم، ان شاء الله استفدتوا منه، نتقابلوا في فيديو جديد وفي امان الله.